تمكنت عناصر مسلحة من المعارضة السورية والجيش الحر من اقتحام سجن درعا المركزي وتحرير جميع نزلائها. وقال بيان لتلك الفصائل إن المسلحين تمكنوا من تحرير كتيبة حفظ النظام التابعة للسجن، وذلك بعد أسبوعين من الحصار. وأضاف البيان أن اقتحام السجن تحقق بعد يومين من الاشتباكات العنيفة. لتوه خرج من سجن درعا المركزي وصار بين يدي والدته. كان سجينا وقوات المعارضة فكت أسره، مثله كمثل مئات غيره. تمكنت فصائل من المعارضة المسلحة من إطلاق سراحهم، وعما قريب سيعودون إلى أهلهم جميعا إلا من كان منهم معتقلا لأسباب لا تتعلق بالثورة السورية. كان سجن درعا المركزي بيد قوات النظام حتى الساعات الأخيرة. منذ أسبوعين وقوات المعارضة تتحرك نحوه وتحاصره. استمر الحصار على السجن ولم تتمكن قوات النظام من فكه، فالمناطق المحيطة بسجن درعا بيد قوات المعارضة. توزعت مجموعة من الكتائب المقاتلة وبدأت عملية منسقة تستهدف السجن وتستهدف مباني بالقرب منه كانت معدة لحمايته. داخل السجن مئات من المعتقلين، بينما تستمر معركة إخراجهم بلا هوادة حتى تم اقتحام السجن وإطلاق سراحهم. بالنسبة لقوات المعارضة فإن هذه العملية تعد من العمليات النوعية وقد انتهت بتحقيق أهدافها، وهو ما يقود إلى رفع الروح المعنوية القتالية لدى هذه الكتائب التي سجلت نقطة تقدم تعتبرها مهمة، لا سيما وأن هذا السجن هو الأهم في درعا، في حين ما تزال صوامع الحبوب في منطقة غرز القريبة من السجن محاصرة من قبل قوات المعارضة. فلصوامع الحبوب تلك أهمية اقتصادية ومعيشية، كما أن الاقتحام السجني أهمية أمنية وسياسية. توعد وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون برد قاس على ما قال إنها مساعدة النظام السوري لمنفذي التفجير الذي استهدف دورية إسرائيلية على خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل أمس وأوقع 5 جرحى بينهم ضابط. وقال يعلون إن إسرائيل سترد بحزم على أي محاولة للمساس بما سماها السيادة الإسرائيلية في الجولان. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن 4 غارات فجر اليوم على أهداف تابعة للجيش السوري في الجولان، وشملت الغارات مواقع تدريب ومقرا للقيادة العسكرية وبطاريات مدفعية تابعة للواء 90 في القنيطرة وفي منطقة أوتوستراد دمشق القنيطرة. وينضم إلينا من القنيطرة في الجولان السوري المحتل مراسل الجزيرة إلياس كرام. إلياس، بعد التهديدات الإسرائيلية كيف يتطور الوضع الآن في الجولان المحتل؟ ميدانيا من الجانب الإسرائيلي لخط وقف إطلاق النار الأمور تبدو هادئة جدا، ولم يقم الجيش الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم بإطلاق أي قذيفة أو استهداف أي موقع سوري. لكن ما يجري حقيقة منذ ساعات الصباح هو أن القتال الدائر بين مسلحي المعارضة السورية وقوات النظام قد اشتدت هنا على خط وقف إطلاق النار بشكل كثيف. نحن نتواجد الآن في منطقة القنيطرة والقرى الواقع إلى جنوبها، تحديدا في قبالة قرية بير عجم، هذه القرية التي تتعرض في الساعات الأخيرة لقصف مدفعي وقصف بالرشاشات المدفعية الثقيلة من قبل قوات النظام. يبدو أن هناك معارك عنيفة تدور رحاها في هذه المنطقة منذ ساعات الصباح، لكن على خط وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي للجولان المحتل القوات الإسرائيلية عززت تواجدها هنا بشكل مكثف وقدمت بعض من مدرعاتها ودباباتها إلى السياج الأمني. كما شاهدنا في صباح هذا اليوم قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بتعزيز بعض المواقع العسكرية الواقعة في مرتفعات الجولان، وذلك لاسيما أنه يأتي بعد الغارات الجوية التي شنها طيران الحرب الإسرائيلي على مواقع للجيش الإسرائيلي. وهذه التعزيزات تأتي أيضا منسجمة مع تصاعد حتة القتال هنا بين مسلحي المعارضة السورية
وقوات النظام. إسرائيل من الناحية الرسمية تقول بأن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن التفجير الذي استهدف الدورية العسكرية الإسرائيلية، وحتى تزيد على ذلك بأن الجيش السوري هو من ساعد وساهم في تقدم هذه المجموعة التي زرعت العبوة الناسفة على الشريط الحدودي. إذن اتهامات مباشرة لسوريا، لكن واضح بأن إسرائيل لا تسعى إلى أن تتحول هذه الجبهة إلى جبهة قتال وإلى مواجهة شاملة بين الجيش الإسرائيلي والسوري. هناك رد إسرائيلي محسوب ومحدود كان على القوات السورية، وكان هدفه إيصال رسالة بأن إسرائيل سترد على أي محاولة للهجوم على قواتها. دعنا نتحدث الآن إلياس، أرجو أن تبقى معنا. سنتطرق الآن إلى الرد السوري، حيث قال بيان للجيش السوري إن جنديا سوريا قتل كما جرح 7 آخرون في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وفقا للبيان الذي نقله التلفزيون السوري، فإن الهجوم الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في القنيطرة بالمدفعية والدبابات والصواريخ. وأضاف البيان أن الهجوم الإسرائيلي تزامن مع هجوم من عداد ممن وصفهم بالإرهابيين القادمين من اتجاه الأردن على السجن المركزي في مدينة درعا. ووصف البيان الهجوم بأنه محاولة إسرائيلية لصرف الأنظار عن انتصارات الجيش السوري في يبرود. وتوعد الجيش بمواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية، محذرا من أن تكرار مثل هذا العدوان قد يعرض أمن المنطقة واستقرارها للخطر. وأعود إلى مراسلنا إلياس كرام. إلياس، إذن السلطات السورية تصف الهجوم بأنه محاولة إسرائيلية لصرف الأنظار عن انتصارات الجيش السوري في يبرود، وهي مستمرة في حربها مثلما تقول على التنظيمات الإرهابية. هل هذا البيان وصل إلى الجانب الإسرائيلي؟ هل من ردود فعل؟ وكيف يقرأ من الأساس؟ نعم، بالفعل هذا البيان وصل إلى الجانب الإسرائيلي، وتناولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بإسهاب وبإطالة حول هذا الموضوع، لكن ردود فعل إسرائيلية رسمية عليه لم تأتي. واضح كما قلت في البداية، عدا عن أن هناك كان من تحدث على أن هذه الغارات التي شنها الطيران الحرب الإسرائيلي إنما شجعت كما يبدو مسلحي المعارضة السورية للانقضاض على قوات الجيش النظامي. هذا ما قرأه بعض المحللين الإسرائيليين هنا في أعقاب هذا البيان، لكن واضح بأن إسرائيل ليست معنية في هذه المرحلة من توسيع نطاق عملياتها لفتح مواجهة شاملة مع الجيش السوري. لكن كما قلت، الموقف الإسرائيلي يتمثل في أن الرد الذي كان هذه الليلة وفجر هذا اليوم هو رد محسوب ليس أكثر من ذلك. لا يبدو أن أيضا التحركات الإسرائيلية تشي بأن هناك لربما استعداد لعملية كبيرة وما إلى ذلك، لكن هذه التهديدات التي تأتي من الجانب السوري ربما تجعل إسرائيل تأخذ مزيدا من التأهب ومن وضع قواتها هنا على أهبة الاستعداد، لاسيما وأنها أيضا تأتي في إطار تهديدات إسرائيلية متبادلة. أيضا رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي هدد سوريا وهدد الجيش السوري، وقال بأن على الجيش السوري أن لا يختبر قدرات إسرائيل. إسرائيل ستكون جاهزة للرد على أي محاولات لخرق الهدوء وخرق الوضع القائم هنا على خط وقف إطلاق النار. إذن في التحليلات العسكرية الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي ليس معنيا في التصعيد العسكري هنا، وكذلك الجيش السوري الذي يقوم بعمليات ضد قوات المعارضة المسلحة لا يبدو أنه معنيا أيضا بحسب الحسابات الإسرائيلية في فتح جبهة حاليا مع إسرائيل في الوقت الذي كما تقول إسرائيل يحقق بعض الإنجازات على الأرض كما حدث في يبرود وغيرها من المناطق السورية. أشكرك جزيل الشكر، مراسلنا من القنيطرة في الجولان السوري المحتل إلياس كرام. عاد الجيش اللبناني فتح الطريق الذي يربط بلدة عرسال ببقية المناطق اللبنانية، وعزز وحداته المنتشرة في البلدة وفي محيط بلدة اللبوع. كما أعيد فتح معظم الطرق في مناطق مختلفة من لبنان بعدما أغلقها محتجون، تضامنا مع أبناء عرسال واستنكارا لقطع الطريق الوحيد الذي يربطها ببقية المناطق اللبنانية. هذا وكان شبان يناصرون معظمهم حزب الله اللبناني قد قطعوا طريق عرسال يوم الأحد إثر تفجير انتحاري في بلدة النبي عثمان المجاورة وسقوط صواريخ على البلدتين مصدرها الأراضي السورية.
وعن التطورات الميدانية في درعا واقتحام قوات المعارضة سجن درعا المركزي. ينضم إلينا من درعا مراسل الجزيرة عمر الحوراني. عمر، ما الذي جرى؟ كيف تمكنت عناصر المعارضة من اقتحام السجن والإفراج عن جميع نزلائه؟ نعم عبد القادر، هذا اليوم أعلنت قوات المعارضة عن سيطرتها الكاملة على سجن غرز. تأتي هذه العملية بعد حصار فرضته قوات المعارضة لمدة شهر ونصف على عدة مواقع، منها سجن غرز والصوامع وحاجز كمال قصاد. جرت اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية وصباح هذا اليوم، استخدم فيها أسلحة ثقيلة وخفيفة. تمكنت من بعدها قوات المعارضة من السيطرة على سرية حفظ النظام والدخول إلى سجن غرز وقتل العناصر الذين كانوا يتحصنوا ويقاوموا داخل هذا السجن، بالإضافة إلى أسر عدد من هؤلاء العناصر. تم إخلاء السجناء إلى مواقع تابعة لقوات المعارضة. الجدير بالذكر أنه يوجد 300 ما يقارب 300 معتقل داخل هذا السجن، منهم موقوفون على خلفية جنايات، ومنهم معتقلون على خلفية هذه الأحداث بتهم المظاهرات وتهم انتمائهم للمعارضة. استطعنا الوصول إلى المكان الذي يتواجد فيه هؤلاء السجناء، رووا لنا ما تعرضوا له من جوع خلال فترة الحصار، بالإضافة إلى الضغط النفسي الكبير وتعرضهم إلى إصابات إثر هذه الاشتباكات التي جرت في محيط سجن غرز، بالإضافة إلى تفشي بعض الأمراض منها الأمراض الجلدية كالجرب وغيره. أشكرك. هذا ما لدينا من آخر التطورات في سجن غرز ومحيطه. أشكرك من درعا عمر الحوراني.